زوجتي تقف بجواري عند خروجنا من المنزل، إن مسها شيء من الطيب فهل عليها شيء؟ يكره ذلك. النبي قال: أيما امرأة تطيبت فخرجت ومرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. مفهوم التطوع في قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فعل غير الواجب، فعل المستحب، يعني فعل الشيء الواجب وبعد أتبعه بنافلة، صلى الظهر مثلا ثم أتبعه بنافلة، تصدق بالواجب عليه ثم أتبعه بنافلة.